مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. محدش فينا كبير على الذنب او المعصيه. الذنوب من طبيعه بني البشر وما احناش ملايكه ولا حد فينا بينجو من الوقوع في المعاصي. ومن رحمه رب العالمين بينا والعلم بضعفنا جعل سبحانه وتعالى باب التوبه مفتوح لعباده مهما كترت ذنوبهم ما يتقفلش ابدا في وشهم لحد طلوع الشمس من مغربها او بلوغ الروح الحلقوم. يبسط يده سبحانه وتعالى بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وإذا تاب العبد تاب الله عليه ويفرح بتوبته. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلنا مذنبين وكلنا مخطئين، نقبل على الله في أوقات وللأسف بندبر عنه في أوقات تانية. نراقب الله عز وجل مرة وتسيطر علينا الغفلة فمرة تانية. لا نخلو من المعصية ولازم بنقع فيها إحنا كبشر وفي الخطأ، فمش أنا ولا أنت ولا أي حد معصومين. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بيننا وبين نفسنا كده بنزعل قوي في كل مرة بنتوب فيها عن ذنب عملناه ورجعنا له تاني، ونبقى مكسوفين قوي من نفسنا قدام ربنا. يعني ربنا فتح لنا باب التوبة ليل ونهار نقوم نرجع تاني للذنب ده. وللأسف لما بيتكرر رجوعنا للذنب أكتر من مرة بيوصل البعض فينا لحالة من الإحباط واليأس إنه يتصلح حاله ويستمر في الذنب، وأوقات يزيد في الذنوب كلها. في الوقت ده بقى بيظهر دور الشيطان قوي اللي عايزنا نرتكب المعاصي ونيأس من رحمة ربنا بينا، وزي ما قال إنه هيغوينا أجمعين. ببساطة شديدة ربك من أسماء الرحمن الرحيم، رحيم بعباده أكتر من رحمة الأم بابنها الرضيع، وبينزل لنا كل ليلة للسماء الدنيا ويقول لنا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ بلى يا رب. طريق التوبة مفتوح، وقال لنا عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإنه كان بيستغفر ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. طريق التوبة طريق سهل وميسور مفتوح قدامك في كل لحظة. كل اللي عليك إنك تعمله إنك تتركه وهتلاقي الجواب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عن التوبة الصادقة إلى الله وكيفية الثبات عليها هتكون حلقتنا بعد الفاصل.